السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم جميعا وتحياتي لكل اللي بيشاهدني صباحا أو مساء. أنا معاكم مهندسة أمال الشرقاوي، وكيلة لشركة جينيس، وكيلة لشركة عالمية في التسويق الإلكتروني والبيع المباشر. خليت الهندسة كده على جنب واشتغلت في هذا المجال، علشان الواحد لازم يكون up to date ويكون بيواكب كل حديث وكل حاجة جديدة حواليه في العالم. يعني بيقول لك إنه الكارير بتاعك، أنت لما تلاقي إنه الكارير ده فيه حاجة أحسن وأحدث وتشتغل معاها أكتر، فالمفروض إنك تغير من أفعالك. وعلى هذا الأساس خدت القرار ده من حوالي 4 سنين، وأخدت وكالة الشركة وبعمل في مجال الديجيتال ماركتينج مع شركة جينيس العالمية، وبسوق لمنتجاتها وبتعامل مع المنتجات الرائعة بتاعتها اللي بتغير الصحة تماماً. النهاردة أنا طالعة أشرح حاجة في الموقع بتاعنا لفريقي وللناس اللي هي معانا في شركة جينيس، للمعلومة نوضحها. في حاجة اسمها البرومو أو البونص اللي بيكون معانا كل شهر. طبعا اللي شغالين في جينيس عارفين إنه إحنا عندنا 6 طرق من الأرباح والعمولات، 5 منهم ثابتين والستة بتكون هي البونص أو البرومو اللي الشركة بتنزله كل شهر. زي ما دايما بقول، الناس اللي شغالين في البنوك بيبقى البنك بيعمل لهم بونص مثلا كل سنة أو كل سنة مالية شهر شهرين، لا إحنا شركة جينيس بتعمل لنا البونص ده شهري. والبونص اللي معانا دلوقتي أو الشهر ده حاجة اسمها ران تروبي وحاجة اسمها ماسيف أكشن. ماسيف أكشن ده بيتفعل للناس اللي بتبتدي بيزنس جديد معانا، لكن الناس اللي هم اوريدي موجودين دول موجود ليهم البونص ده اللي هو ران تروبي. فانا هفتح دلوقتي اكاونت عندي واوريكم ازاي نفعل البرومو من حسابنا. ده حساب عندي هفعل منه البرومو، ووريكم ازاي تفعلوه عشان تبتدوا تجمعوا النقاط وتوصلوا ان انتوا تحققوا البونص وتحققوا دخل حلو من الدولارات. هنروح على عملي، ولو انا الشكل بتاع الاكونت بتاعي انجليزي يبقى هيروح ماي بزنس، وهنزل على تقارير الموزعين او بالانجليزي هتبقى الديستريبيتور ريبورتس. تمام، انا عايزه افصل كده وارجع تاني علشان اعمل شير عشان اكون متاكده. هنزل تحت علشان اشوف البونص، هنزل كده لتحت واشوف البونص. هنا شايفين هنا بيقول لي ايه؟ من خلال الضغط هنا فانك توافق على المشاركه في ران تروب. يعني انا لما ادوس هنا ابقى فعلت البرومو بتاعي اللي هو ران تروب، فهدوس عليه فهيقول لي انت على وشك الاشتراك في هذا العرض. هقول له حسنا او اوكي. يعني فكده انا فعلت البرومو عندي. عشان كده بطلب من كل الناس اللي معايا انهم يفعلوا البرومو. طبعا كلنا عارفين تفاصيل البرومو اللي معانا والتفاصيل بتاعته اللي هي بتؤهل ان انت تعمل دخل لغاية 10,000 دولار من خلال هذا التسويق وهذا العمل الرائع. ران تروبي هو بونص اللي معانا. برضو هقفل كده تاني وارجع تاني عشان انا سجلت من شوية بس ما ظبطش. ده الجدول بتاعنا بتاع المكسب، وده بيقول لي ان انت كل ما تعلى رانك في الشركه، مثلا عملت رانك الاكزيكتيف حققت 75 دولار، طلعت رانك اكتر واللي هو الجيد عامل 200 دولار، بس كل رانك مطلوب في حجم مبيعات معين، حجم نقاط معين، وبوصل لغايه اخر رانك اللي هو الروبي. في البرومو ده آخر رانك هو الروبي دايركتور اللي بحقق من خلاله 10,000 دولار. كده أنا دوست على البرومو وفعلته.
وكده أنا بقول لأي حد ما فعلش البرومو بتاعه لشهر جون أو شهر 6 يفعله بنفس الطريقة دي. وأي حد بيشوفنا وعنده سؤال أو استفسار برضو ابعتولي في الكومنتات، أنا ممكن أوضح لكم أي حاجة أو أي استفسار أرد عليها. أما بقى اللي بيشوفني وهو لسه ما ابتداش بيزنس من خلال الإنترنت، فخلينا أقولك إنه اللي ما بيشتغلش من خلال الإنترنت الزمن ده هو خسران كتير، لأنه في إمكانك تعمل دخل رائع جدا من خلال العمل. حتى لو عندك الشغل بتاعك ممكن تاخده أو تاخديه ك يعني جزئي أو إضافة زيادة للدخل. أما لو ما كنتش بتشتغلي أو ما كنتش عندك البيزنس بتاعك، لازم تفكروا تشتغلوا من خلال هذا العمل، لأنه يعني الفكرة الجديدة في هذا الزمن أنه ما فلوسك مش هي اللي أنت تشتغل علشانها، لا، فلوسك هي اللي تشتغل عشانك، فلوسك هي اللي تعمل فلوس، ومع الوقت ومع الزمن يكبر الدخل ده ويزيد، وبعد كده بتحصل على الباسيف ماني اللي هو المال السالب. يعني ايه مال سالب؟ يعني مال بيجيلي من خلال مجهود انا عملته كبير وبنيت فريق كتير، وبعد كده بوصل ان انا بحقق مال من خلال كمان مجموعة الفريق اللي معايا، بحقق دخل ممتاز. مجال التسويق هو عمل جماعي رائع جدا جدا، أجمل ما بيميزه إنه الكل بيتعاون وبيساعد بعض وبيكبر مع بعض وبيوصل مع بعض. ده طبعا من خلال شركة جينيس اللي هي داعم كبير لينا، شركة كبيرة عريقة ضخمة، يعني منتجاتها رائعة، أسلوبها والسيستم بتاعها حاجة فوق الخيال، أسلوب وسيستم ماشي زي الساعة زي ما بيقولوا. فأجمل حاجة إنه الواحد يشتغل في مجال رائع زي ده مع شركة ناجحة عالمية زي شركة جينيس. أي حد عايز يغير تفكيره ويغير حياته لازم يبتدي من دلوقتي، لأنه اللي ما بيتغيرش بيتقادم أو بيتبدد، اللي ما بيطورش نفسه بيختفي، ودي سنة الحياة. حتى إحنا يا جماعة لما بنيجي نشتري حاجة مثلا بنشوف الإكسباير ديت بتاعها إمتى، تاريخ صلاحياتها إمتى، لازم أفكارنا ليها برضو تاريخ صلاحية، لازم نغير أفكارنا. لو فضلنا على نفس أفكارنا اللي إحنا عليها عمرنا ما هنطور نفسنا، عمرنا ما هنطور ذاتنا ونوصل لحاجات أكبر وأوسع وأعمق في العمل وفي التطور الشخصية وفي تغيير الحياة. فدي دعوة مني لأي حد بيشوفني عايز يغير حياته يتواصل معايا. رقمي هتلاقوه الواتساب في صندوق الوصف أو في الديسكريبشن بوكس، تواصلوا معايا عشان تغير حياتك وتبتدي فرصة جديدة تصنع بيها مستقبل ليك ولأولادك وللناس اللي معاك واللي حواليك. يوم سعيد جميل عليكم جميعا، ربنا يجمعنا على كل خير، وتحياتي ليكم جميعا، وفي انتظار أي أسئلة من حضراتكم علشان نساعدكم أن أنتوا توصلوا لأجمل حاجة من تطوير الذات. السلام عليكم.